بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة it's a very hard task today. في أكثر من 150 new recommendations في الجايدلاينز الأخيرة. أنا هحاول أكون يعني to the point سريعا as much as I can. الحاجة الأولانية إنه النيو ريكومنديشنز كانت كتيرة وكانت حاجات عليها علاقة بالإيفاليويشن وحاجات ليها علاقة بالتريتمنت. أنا اخترت منها بعض الحاجات الكلينيكالي سيجنيفيكانت للناس نتكلم عليها. أول حاجة لما يجي لحضرتك عيان أول مرة يجي له فنتركولار أريزميا وهو مش معروف إن هو كاردياك بيشنت قبل كده. العيانين دول عملوا فوكس عليهم في الدياجنوزيس وفي المانجمنت وقسموهم لخمسة جروبس. Patients with incidental finding of non-sustained VT, ودي أنا بشوفها كتير في الهولترز. Patient presenting with a first episode of sustained monomorphic VT. Sudden cardiac arrest survivors, sudden cardiac death victims, those that passed away. والrelatives بتوع الـ unexplained sudden cardiac death. أول حاجة العيان اللي بيجي بفيرست إبيسود، أنا بس يعني عايز أبعد شوية. العيان اللي بيجي بفيرست إبيسود ده مايك، أنا عايز بس أبعد ويبقى المايك صوتي طالع بس عشان هشرح على العيان اللي بيجي بفيرست إبيسود. الرول بتاعنا اختصارا ان احنا نقول ده حاجه من ثلاثه، يا كورونري ارتري ديزيز، يا ستراكشر نورمال هارت، يا اي كارديوميوباثي اخر علشان الفيردر مانجمنت. لو العيان جاي بفنتركولار تاكيكارديا لازم ناخد فول هيستوري كلينيكال لابس، نعمل له ريستنج اي سي جي لو لحقنا، وبعد ما العيان يرد من التاكيكارديا اتس مانداتوري ريستنج اي سي جي 12 ليد اند ايكوكارديوجرافي. لو الحاجات دي ما طلعتش دياجنوزيس معين قبل ما نفترض انه ديوباثيك في تي نعمل كارديك ام ار اي. كارديك ام ار اي دوره عمال بيزيد في الجايد لاينز الفتره الاخيره، وللاسف احنا يعني عندنا شورتج كبير جدا في الكلينيكال براكتس بتاعنا. بناء على نتيجه الكارديك ام ار اي نبروسيد. في نيو ريكومنديشنز ريجاردنج الاكيوت مانجمنت بتاع الواي كومبلكس تاكيكارديا. باختصار ان احنا بعد ما نتاكد انها ايديوباثيك بالكارديك ام ار اي والايكو خلاص احنا متاكدين انها ايديوباثيك فنتركولار تاكيكارديا، العيان لو جاي هيموديناميكالي انستابل دي سي شوك نو ديفرنشال دياجنوز. العيان جاي هيموديناميكالي ستيبل بعد ما نكسكلود سريعا السوبر فنتركولار تاكيكارديا وذ ابريشن اتس كلاس 1 ريكومنديشن ان احنا دي سي شوك برضو لو الانستيتيك ريسك بتاع العيان قليل او الانستيزيا افيلابل. لو الانستيزيا مش افيلابل او العيان ات هاي ريسك فور انستيزيا، يا معيانين بيبقوا جايين يعني كونجستد وكده مجرد ما ياخد شويه سيديشن قبل ما ندي الدي سي العيان بيروح. فلو الانستيتيك ريسك قليل بندي دي سي شوك. لو الانستيتيك ريسك عالي واحنا سسبكتنج ستراكشر هارت ديزيز اتس كلاس 2 اي ريكومنديشن احنا ندي بروكينامايد which is not available in Egypt and كلاس 2 بي ان احنا ندي اميودارون. كلاس 2 بي مش معناه انه كونترا انديكيتد، لو هو الحاجه الوحيده الافيلابل حضرتك يو ار الاود ان انت تديها لو العيان ات هاي ريسك فور انستيزيا. البيشنتس اللي بيجوا بستراكشر ابيرنتلي ستراكشر نورمال هارت ببي في سيز او سستيند مونورفيك تي او نون سستيند في تي، الاول لازم ندوكيومنت ان هم ستراكشر نورمال هارت. لو الايكو والريستنج اي سي جي ما فرقوش بنعمل كاردياك ام ار اي. بعد ما نتاكد بنقسم العينين دول لثلاثة جروبس. الجروب الأولاني السيمتوماتيك بيشنتس بنشوف الأوريجين بتاع البي في سي طالع منين أو التاكيكارديا طالع منين. لو الأوريجين بتاع التاكيكارديا أو البي في سي طالع من الأر في أو تي أو الليفت فاسيكلز اتس كلاس 1 ريكومنديشن إن احنا نعمل أبليشن. كلاس 2A إن احنا ندي ميديكال تريتمنت أو دراجز. لو العيان أسيمتوماتيك سواء أكتر من 20% أو أقل أو أكتر من 10% الجنرال رول هي الفولو أب. Follow up the ejection fraction and no intervention. In very selected scenarios, لو العيان رافض فكرة الفولو اب أو العيان الآن أو upon request of the patient is the class 2B إن احنا نعمل ablation لو أكثر من 20%. الأميودارون ده الدكتور سامح كان بيقول عليه من شوية، أميودارون is class 3 إن احنا نديه في الإيديوباثيك تاكيكارديز. أميودارون is a very harmful drug. ليه indications معينة في بعض situations. انا اذكر عيانه جات لي ماشيه على الاميودارون من سنه 77 لمجرد بالبيتيشن، جات لي في 2016. العيانه عملت اوبن استرنوتومي عشان تطلع الثايرويد، كان عندها 5 كيلو ثايرويد، ماشيه حاجه و30 او حاجه 40 سنه على اميودارون دكتور كتبه لها في السبعينات لمجرد ان كان بيجي لها ضربات وارتاحت عليه، وزي ما دكتور احمد بيقول لوست فولو اب.
وفضلت لغايه ما بدات الثيرويد تخنقها، جايه الجويتر قد كده، عملت سي تي تشيست طالع لغايه حوالين الهارت، فعملت اوبن ستروبي اند شي دايت بسبب كومبليكيشن للاميودرون. فالاميودرون از كلاس 3. طيب لو العيان عنده بي في سيز واحنا شاكين ان البي في سيز دي هي سبب الكارديوميوباثي بتاعه، سواء اجريفيتنج الكارديوميوباثي او هي السبب اصلا في الكارديوميوباثي، اول حاجه بنعمل كاردياك ام ار اي عشان ندوكيومنت ان دي اجريفيتنج الكارديوميوباثي اللي عند العيان لو في فايبروزيس او هي اصلا السبب في الكارديوميوباثي اللي عند العيان. In patients with unexplained reduced ejection fraction and PVC burden at least 10% PVC induced cardiomyopathy should be considered. في patients with suspected PVC induced cardiomyopathy, cardiac MRI should be considered. كل ده class 2A. في non-responders CRT، وده أنا عندي حالة كده اللي عندهم very frequent PVCs مقللة ال percentage of biventricular pacing بعيد عن 100%، ablation for this focus is class 2A recommendation. كل دي new recommendations. الحاجات اللي upgraded في guidelines recommendations in patients with cardiomyopathy suspected to be caused by frequent predominantly monomorphic PVCs, catheter ablation is recommended. Risk stratification. Risk stratification أنا اخترت حاجتين المهمين اللي هم ال coronary artery disease وال idiopathic dilated cardiomyopathy. لما يجي لحضرتك عيان ما جالوش VTAC قبل كده وعايز تعرف العيان ده هتتعامل معه، هتركب له ICD ولا انت just هتفولو up him. العيانين الاسكيميك ستيل الايجكشن فراكشن ليها رول مهم، اتس كلاس 2 اي الاول هي كلاس 1 ريكومنديشن في اي عيان تحت ال 35 سنه اسكيميك كارديوميوباثي ان يركب اي سي دي كلاس 1 ريكومنديشن. يعني كل العيانين اللي متابعين مع حضرتك في العياده الايجكشن فراكشن تحت ال 35 وهم النيها كلاس بتاعتهم 2 3 4 كلهم ار كلاس 1 انديكيشن فور اي سي دي which we have shortage عنيف عن الجايدلاينز فيها. طيب مين العيان اللي بقى اسيمتوماتيك يعني كلاس 1 ويركب اي سي دي برده بس كلاس 2 اي ريكومنديشن الايجكشن فراكشن تحت 30%. ان اي سي امبلانتيشن شود بي كونسيدرد. السبست الصعب من العيانين اللي كنا دايما مش عارفين له حل قاطع هو العيانين اللي فوق ال 40% وجاله سستين مونومورفيك في تي هو اسكيميك. كان في ديبيتس كتيره قوي على العيانين دول، دلوقتي الجايدلاينز كلاس 2 اي ريكومنديشن ان العيانين دول يركبوا الاي سي دي او impatients with syncope and previous STEMI programmed electric stimulation when syncope remains unexplained after non-invasive evaluation. عيان ischemic بصرف النظر عن ejection fraction بتاعته وبيجي له unexplained recurrent syncope programmed electrical stimulation ليه رول مهم جدا. لو monomorphic sustained VT induced يركب ICD، لو مش induced يركب implantable loop recorder وده class 1 recommendation زي ما الدكتور ميرفت كانت بتقول. المانجمنت بتاع العيانين دول زي ما كنا بنقول من شويه patients with coronary disease under current symptomatic sustained monomorphic VT or ICD shocks for sustained monomorphic VT despite chronic لما يجي عيان مركب ICD وبياخد شوكس كتيره وهو على اميودارون او عيان مش مركب ICD وبيجي له sustained VTAC وهو على اميودارون class 1 ان احنا نعمل ابليشن للتاكيكارديا دي. لو العيان مش على اميودارون كلهم كلاس 2 اي، سواء نحط العيان على اميودارون مع البيتا بلوكر او نشفت للسوتالول او نعمل ابليشن للتاكيكارديا، طبعا على حسب الانديفيدواليزيشن بتاع العيان. ان بيشنتس وذ كورونري ارتري ديز اند هيمودايناميكالي ويل توريت سستين مونومورفيك في تي وريكشن فراكشن اكثر من 40، ده اللي انا كنت بقوله من شويه، كاستر ابليشن ان اكسبيرينسد سنترز شود بي كونسيدرد as an alternative. حاطين يعني شروط قاسيه as an alternative to ICD therapy provided that established endpoints have been reached. يعني في sharp endpoints بدانا بالتاكيكارديا اندكشن وما عرفناش نعمل تاكيكارديا اندكشن في الاخر، فسواء الابليشن او الاي سي دي امبلانتيشن الاثنين في العيانين اللي فوق ال 40% ار كلاس 2A. الريكومنديشنز اللي داون جريدد لكلاس 2B ان بيشنتس وذ كورونري ارتري ديزيز اليجيبل فور اي سي دي امبلانتيشن، في الجايد لاينز اللي فاتت كان العيانين دول بيتعمل لهم contemporary ablation مع الاي سي دي امبلانتيشن او immediately after من غير ما يجي له شوكس ولا حاجه. دلوقتي لا، اتس كلاس 2 بي، نركب الاي سي دي بس. ريسك ستراتيفيكيشن في العيانين الدايليت كارديوميوباثي او الهايبوكاينيتيك نون دايليتد كارديوميوباثي. اول حاجه سي ام ار كلاس 2 اي في كل العيانين. تاني حاجه الجين تيستنج، هو اكتر من نص العيانين دول عندهم جينيتيك بريديسبوزيشن او جينيتيك باك جراوند، وحوالي 15% عندهم ليثال جينز معروفه ان هي السادن كاردياك ديس ريسك از فيري هاي فيهم.
genetic testing including lamin والفوسفولمبان والفلامين is recommended in patients with dilated cardiomyopathy and AV conduction delay عين جايب دايليت كارديوميوباثي ومعاه هارت بلوك او تحت ال 50 سنه او عنده فاميلي هيستوري اوف سادن ديث او دايليت كارديوميوباثي تحت ال 50 سنه. العينين دول كلاس 1 ريكومنديشن عموم جين تيستينج which is not available للاسف in Egypt. يعني النتائج بتاعته ريلايبل. طيب طيب لو العيان مش ولا واحد من دول امتى نعمل جين تيستينج كلاس 2 ريكومنديشنز؟ في العيان السبورادك اللي ما عندهمش فاميلي هيستوري، لو العيان جاي هو نفسه في يونج ايج عنده ريد كارديوميوباثي او ساين سسبشن فور ان انهيرتد ايتيولوجي. سريعا الاي سي دي امبلانتيشن شود بي كونسيدرد العيانين اللي عندهم لامين جين بصرف النظر عن الاجكشن فراكشن بتاعتهم ممكن يركبوا اي سي دي لمجرد ان احنا اكتشفنا ان عندهم اللامين جين دول. لو جايين بحاجه اسمها سكور اللامين سكور جين ريسك سادن ديث في الخمس سنين اكتر من 10% او بيجي له نصف سن في تي او الاجكشن فراكشن بتاعته تحت 50% او عنده ايفي كوندكشن ديلي. وده يحطنا في سؤال العينين اللي بيجي لهم انكسبليند ايفي بلوك في سن صغير، هل دول عندهم الجين ده بصرف النظر على الاجكشن فراكشن؟ وهل لو اكتشفنا الجين ده المفروض يركب اي سي دي مش دي دي دي؟ الجنرال انديكيشن للعينين تحت ال 35 في دايليت كارديوميوباثي في الجايد لاينز اللي فاتت كان كلاس 1، في الجايد لاينز اللي حاليا كلاس 2A داون جريدد. الاي سي دي امبلانتيشن في العيانين اللي هم من 35 او من 36 ل 50 العيانين دول برضو في جزء منهم ممكن يركب اي سي دي. لو العيان عنده اكتر من اثنين او اكتر من الريسك فاكتورز الاتيه سينكوب انكسبليند ليت جالونيال انهانسمنت في السي ام ار وتعريفه هو 15% من المايكارديوم انديوسبل سستين مونمورفيك في تي في البروجرام ديلكتريكال ستيميوليشن باثوجينيك ميوتيشنز اللي احنا لسه قايلين عليهم اللي هم الليثال ميوتيشنز. فالعيان ممكن يبقى 47% ويركب اي سي دي لو عنده حاجه من دول او حاجتين من دول فما فوق. الموديفايد ريكومنديشنز في الدايليت كارديوميوباثي بيشنتس الالكتروفيزيولوجيكال ايفالويشن بالبروجرام ديلكتريكال ستيميوليشن شود بي كونسيدرد وين سينكوب ريمينز انكسبليند افتر نون انفيزيف ايفالويشن. تشانيلوباسيس سريعا اول حاجه الايديوباثيك في اف الديفينيشن بتاعها اتس دايجنوستيك اكسكلوجن عيان جاي دوكيومنتد في اف وما عندوش اي حاجه ثانيه. الايزوبريتونورون انفيوجن فيرابا من الاوركينيدين في الاكيوت تريتمنت في العيانين اللي جايين بايديوباثيك في اف. الكينيدين should be considered for chronic therapy to suppress. طبعا الكينيدين دكتور ميرفت هو موجود في مصر كينيدين. طيب should be considered for chronic therapy to suppress an electrical storm or recurrent ICD discharged after idiopathic ventricular fibrillation. ال new recommendations ال clinical testing للقرايب العيان ده class 2B وال idiopathic VF genetic testing للعيان والقرايب class 2B برضه عشان ندور على ان هو مش ايديوباثيك. اللونج كيو تي سيندروم الجديد فيها ان بيشنتس ويز كلينيكالي دايجنوزد لونج كيو تي سيندروم جينيتك تيستينج كلاس 1 وجينيتك كونسلنج للفاميلي كلاس 1. البيتا بلوكرز ايديال البروبرانولول والنادولول الحاجات النون سيلكتيف ار ريكومندد لونج كيو تي سيندروم وذ دوكيومنتد كيو تي انترفال برولونجيشن تو ريديوس ريسك اوف اريزميك ايفنتس. والميكسليتين في النوع معين اللي هو لونج كيو تي سيندروم 3. لونج كيو تي سيندروم شود بي كونسيدرد تو كالكوليت في حاجه اسمها اريزميك ريسك 1 2 3 ريسك اللي هو بناء على الكيو تي ديوريشن وعلى الجين تايب بنحسب بيه الريسك قبل ما نبدا المانجمنت بتاع العيانين. اي سي دي امبلانتيشن مي بي كلاس 2 بي كونسيدرد ان اسيمتوماتيك لونج كيو تي بيشنتس ويز هاي ريسك بروفايل ان اديشن تو جينوتايب سبيسيفيك ميديكال ثيرابي زي الميكسليتين في لونج كيو تي 3 والروتين دياجنوستيك تيستينج بالابنفرين القديم اللي كان سنه 2010 ده كلاس 3 دلوقتي. البروجادا سيندروم الجديد فيها الجين تيستينج للصوديوم تشانل جين ده كلاس 1. العيانين اللي عندهم انديوسد تايب 1 مش سبونتينيوس تايب 1 ممكن نشخصهم بروجادا سيندروم لو عندهم واحده من ثلاثه اريزميك سينكوب او نكتورنال اجونال بريذنج فاميلي هيستوري اوف بروجادا سيندروم فاميلي هيستوري اوف سادن ديس اقل من 45 سنه وذ نيجاتيف اوتوبسي اند سيركمستانس سسبيشس فور بروجادا سيندروم امبلانتيشن اوف لوب ريكوردر شود بي كونسيدرد بروجادا سيندروم بيشنتس وذ انكسبلين سينكوب. البروجادا سيندروم may be considered as a diagnosis in patients with no other heart disease who exhibit an induced type 1 Brugada syndrome. I will pass this. Sodium channel test is class 3 now. في العينين اللي عندهم spontaneous type قبل كده. في 2015 كان class 2B بقت class 2A catheter ablation of triggering PVCs اللي بتطلع من منطقة ال RVT وممكن تinitiate الventricular tachycardia في العينين البروجادا سيندروم. الليل الريبوريزيشن pattern
الترم ده عليه كلام كتير. الناس الانتيرور طبعا لو ريسك، الناس الانفيرور واللاترال يعتبروا هاي ريسك، ولو معاهم دوكيومنتد في تي او في اف العينين دول كلاس 1 ريكومنديشن ان هم يركبوا اي سي دي. السي بي في تي كانت كولمينرجيك بالمورفيك في تي، جينيتك تيستينج كلاس 1 ريكومنديشن، البيتا بلوكرز نون سيليكتيف زي الام كيو تي سيندروم، الابينفرين عاوز بروتونين تشالنج تيست، وطبعا بيتشخص بالاكسرسايز تيست، بس زمان كانوا ممكن يشخصوه بالابينفرين وازوبروتونول، ده داون جريدد لكلاس 2 بي. في 2015 كان كلاس 2 بي بقى كلاس 2 اي، ليفت كاردياك سمباثيك دينيرفيشن، ده اللي حصل مع اللاعب اللي هو اغمى عليه في الملعب ده من سنتين إريكسون. عملوا له ليفت كارديك سمباثيك دينيرفيشن وركبوا له اي سي دي ورجع يلعب كور. Should be considered in patients with diagnosis of CPVT when the combination of beta blockers and flecainide at therapeutic dosage are either not effective, not tolerated or contraindicated. اخر ريكومنديشنز ريكومند ذا جينيتك تيستينج يتعمل في مكان فيه اكسبيرت مالتي ديسيبلينري تيم. الاوتوبسي ريكومندد في كل العيانين وفي انكسبليند ديس بالذات لو تحت ال 50 سنه. واخر ريكومنديشن البيزك لايف سبورت في الاماكن المفتوحه تز ريكومندد بابليك اكسس ديفايبريليشن افيلابل ان سايتس وير كاردياك اريست از مور لايكلي تو اوكير زي المولات وملاعب الكوره. برومبت سي بي ار باي ستاندر از ريكومندد. It is recommended to promote community training. الناس العادية basic life support. Mobile phone عشان يعرف ان في حد موجود قريب هو تريند ومعاه الشهادة دي. ودي هي اللقطة الشهيرة بتاعت ماتش برشلونة وقادش لما واحد من الجماهير جاله في اف فحارس المرمى عشان سريع اخذ الاوتوماتيك ديفايبريليتور وطلع بسرعة وانقذوا الراجل. بعد الجون الاولاني. راح برشلونة جاب الجون الثاني بعديه على طول. And thank you.